الدولي او الفاكتورا او اسمه ليزاديسيونيل دو جونيل يتكلمون عن مثل هذه الجرائم. وهذه الجرائم يعاقب عليها القانون الدولي حتى في الحروب، حتى في الحروب يمنع على الدولة التي تكون في حرب أن تشرك المدني في 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 مصلح العمليات. وإن شارك مدني في مصلح العمليات فتلك الدولة تعاقب. فما بالك نحن في حالة سلم وفي حالة يعني لا حرب وجار السوء يعتدي على مواطنين أبرياء ربما يعني ذهبوا إلى موريتانيا من أجل استرزاق، ويأتي المخزن الخبيث المخزن المجرم ويعتدي عليهم ويقتل ثلاثة منا، فهذا مما لا شك فيه أن القانون الدولي يعاقب عقوبة يعاقب هذه الدولة.